من جانب اقتصادي بحت ونتابع الورقة البيضاء حقيقة كاقتصاديين وعلى اطلاع بالجانب الاقتصادي، دائما أي بلان أو أي خطة يجب أن تكون محتوية على أرقام واضحة ونهايات واضحة. اللي اختفى قبل ما أجيبك على السؤال، اللي اختفى من ورقة الإصلاحات، يعني إحنا لو اللي يقرأ ورقة الإصلاحات بالكامل 100 صفحة أو 96 صفحة بالضبط، يجد أنه الفقرة الوحيدة اللي ذكرت بشكل واضح بالأرقام الهدف المرجو من عندها هو موضوع الاعتماد الرواتب أو نسبة الرواتب من الناتج المحلي أو من مجموع المصروفات وتقليلها تقريبا بحدود ال 12%. هذا الرقم الوحيد اللي ذكر، باقي الفقرات اللي ذكرت مثلا تعظيم الواردات، دعم القطاع الخاص، الكهرباء، الطاقة، ذكرت بشكل عام، لم تذكر فيها نهايات محددة. يعني اليوم انت من تباوع حزمة الإصلاحات تعرف انه اكو هدف واضح بموضوع المصروفات ومن ضمنها الرواتب، انه احنا لازم انه خلال فترة معينة نوصل للرقم 12.5% من مجمل الواردات، نقللها الى تقريبا 12.5%، هذا الرقم الوحيد اللي ذكر. بس مثلا تعظيم الواردات لم يذكر، وين نريد نوصل بالواردات؟ موضوع القطاع الخاص ايش قد نريده يمثل من الناتج المحلي كأرقام؟ المفروض بهكذا نوع من الإصلاحات والقرارات اللي تتخذ انه تكون واضحة النهايات، مبينة نهاياتها، بحيث انه ورا فترة يعني من نجي نحاسب بالوزارة او يتم محاسبة الوزارة تتحاسب على أرقام واضحة. يعني اليوم نذكر انه تعظيم الواردات، زين ايش قد تعظيم الواردات؟ بايش قد المقدار؟ شنو اللي نريد نوصله؟ شنو الجدول الزمني اللي نريد نوصله؟